جلسة اليوم احتوت على الحديث عن الفنون الشعبية الأصيلة والمستدامة، منها فن الندبة اللي هو يعتبر من أقدم الفنون في دولة الإمارات ويمارس في إمارة رأس الخيمة، وفن الرواح وفن الندبة والحربية. وإضافة لذلك استضفنا فرقة للعيالة وشاركتنا بنماذج من العيال وتكلموا عن الدلالات في الحركات في الإيقاعات وكل الرموز اللي ترمز لها هذه الفنون. فكانت جلسة يعني أثرت معارفنا نحن شخصيا، عشان يوم من مناطق مختلفة مثل ما قلنا هذا التنوع الثقافي اليوم عطانا عمق وفهم لهذا الموروث اللي لازم نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة. والحمد لله في شباب يمارسونه وشباب كانوا موجودين من ضمن الفرق هذه اللي يضمن استدامة هذا الفن.